مرحبا المتتبعين الكرام، اهلا بكم في قناتكم الاخبارية المغرب دوت كوم. لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد ان شاء الله. هذه ابرز العناوين. بدو الزكي: الركراكي يستحق تدريب المنتخب المغربي، وهذا رأيي في وحيد خيلوزيتش. بات رحيل وحيد خيلوزيتش عن تدريب المنتخب المغربي مسألة وقت فقط، بعد ان قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اتخاذ قرار إعادة اللاعبين المغضوب عليهم ضد رغبة المدرب. وترغب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتعزيز صفوف المنتخب المغربي بلاعبين جدد مزدوجي الجنسية للمشاركة في مونديال قطر 2022، بينما يصر خيلوزيتش على تشبثه بكامل قراراته السابقة وقناعته بخصوص قائمة اللاعبين. وعن هذا الموضوع قال بادو الزكي في تصريحات إعلامية: خيلوزيتش مدرب له سيرة ذاتية قوية ونجح في قيادة 4 منتخبات للمونديال، ولا أحد يمكن أن يشكك في عقليته الاحترافية ونجاحاته الكبيرة، ويجب أن نشكره على مجهوداته وعلى قيادته للمنتخب المغربي للتأهل لكأس العالم. وقال بدو الزكي بخصوص وليد الركراكي: هو من الأطر الفنية المغربية التي نفتخر بها كثيرا، مدرب في عمره لديه 7 ألقاب منها لقب دوري أبطال إفريقيا. وليد شخصية قدمت الكثير للكرة المغربية، وبكل تأكيد سيأتي يوم الذي يدرب فيه المنتخب المغربي، وهو يستحق ذلك بالفعل، وأتمنى له كل التوفيق. شكرا على حسن المشاهدة، لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.